انتقل الآن سيد الوزير إلى ملف آخر يتعلق بخدمة الإنترنت بحد ذاتها. نحن نعلم هو لم يعد سرا هنا أن هناك العديد من الشكاوى من قبل زبائن اتصالات الجزائر عن الخدمة بحد ذاتها. ما أسباب بين قوسين تردي سرعة تدفق الإنترنت وهو إشكال حقيقي يعاني منه الزبائن؟ فعلا يعني النوعية ليست في المستوى أكيد، ولكن هذا يرجع إلى عدة أسباب. السبب الأول هو يعني الشبكة قديمة، شبكة ما يسمى الشبكة المحلية، شبكة اللي هي مكونة بالألياف النحاسية دي كابل كويفر، قديمة جدا، ووضعت هذه الكوابل هذه الشبكات في البداية للمكالمات الهاتفية. أما بالنسبة لخدمات الإنترنت أو ما يسمى الADSL فيه شروط بالنسبة للكوابل، بالنسبة للمسافة التي ما بين الجهاز والمواطن يعني المشترك. إذن اتصالات الجزائر انطلقت في هذه العملية منذ سنين، منذ 4 سنين أو 5. وكذلك فيه سبب آخر هو التكنولوجيات اللي كانت تستعمل من طرف الجزائر ما بقت صالحة للإنترنت. نعم، متجاوزة الآن على اتصالات الجزائر انطلقت منذ 2009 في إدخال تكنولوجيات الأمسان اللي هي موجودة في كل الآن عمت في مستوى العالم، اللي تعطي أكثر تدفق، ممكن أن نقربها من المواطن. فيه سبب ثالث هو أن اتصالات الجزائر تعمل على كما نقولوا جبهتين، جبهة تحسين وتطوير شبكة وجبهة الخدمة التجارية. نعم، ما هي الحلول والإجراءات؟ الحلول الدولة الحكومة الجزائرية الآن انطلقت في عملية تدعيم أو accompagnement مرافقة اتصالات الجزائر، وكان هذا أولا بعطاء يعني تلفزيون لقرض بحوالي 115 مليار دينار جزائري لصالح اتصالات الجزائر، هو يكون يدفع بعد 15 سنة وكان ديفيري يعني تأجيل دفع لمدة 7 سنين بفائدة ضئيلة جدا 3.5%. هذا القرض الذي سيستفيد منه اتصالات الجزائر سيسمح لهذه المؤسسة العمومية لتحسين شبكة اتصال بصفة عامة وخاصة الألياف البصرية، يعني الشبكة الوطنية للألياف البصرية، وإدخال تكنولوجيات جديدة حديثة تسمح في يعني تدخل في تحسين عملية تحسين الخدمة للمواطن. نعم. كذلك كان فيه كذلك قرار من طرف الحكومة لتسجيل عملية ب 140 دينار جزائري باسم وزارة البريد وتقنيات الاتصال، تأتي كذلك في تحسين وتعميم الألياف البصرية. لهذا هذه العملية أولا ستأتي بالفائدة، تكون لها آثار إيجابية بالنسبة لاتصال الجزائر، يعني خدمات مقدمة من طرف اتصال الجزائر للمواطن مباشرة. ثانيا حنا نتكلم على الجيل الثالث أو الرابع، احنا عندما نتكلم على إدخال هذه التكنولوجيا يعني نتكلم على وصول المواطن إلى شبكة سكون نابل ان ريزو داكسي موبيل، وننسى أن بعد هذه الشبكة الهاتف النقال لابد أن تصاد يعني تربط بشبكة ألياف البصرية. نعم، معالي الوزير في هذا الإطار تذكروا أنه خلال سنوات 2003-2004 كان القطاع آنذاك قد شرع في مشروع ما يسمى الـ FTTH Fiber Optic to the Home، التي كانت تهدفه إلى إيصال كل البيوت والأحياء بالألياف البصرية. ماذا أن هذه العملية انطلقت في الحقيقة في كان مشروع في 2007 وتواصل حتى إلى سنة 2010، ولكن كانت التكلفة نتاعو بالنسبة للمواطن مرتفعة جدا. نعم، شيء ما يسمحش فيه بعض التجارب، فيه بعض الأحياء
هي استفادت من هذه التكنولوجيا، ولكن غير ممكن في الوقت الحاضر أن تعمم هذه التكنولوجيا الافتتاش لكل المواطنين. يعني أرجع بالنسبة للألياف البصرية والجيل الجيل الثالث أو الرابع ما يسمى تكنولوجيا الوصول، تكنولوجيا داكسي شبكة، في إطار هذا يعني تعميم الشبكة شبكة الألياف البصرية، يعني سنربط كل البلديات وكل التجمعات السكنية التي يفوق عدد سكانها 1000 سكن بالنسبة للشمال و500 سكن بالنسبة للجنوب، لأن احنا نطلب من المتعاملين تغطية المناطق كل مناطق، ولكن إذا كان ما فيهش الألياف البصرية راح تصبح تكلفة إضافية بالنسبة للمتعاملين. نعم. كان يعني كان يلزم عليهم باش يوضعوا كواب الألياف البصرية. احنا في هذه العملية كان يعني كان فيه نظرة شاملة وكل العمليات متكاملة إدخال الجيل الثالث، ولكن هذا ينبغي يعني كذلك تعميم وتحسين وتعزيز وتكثيف شبكة الألياف البصرية. إذا سمحتم معالي الوزير، لا نستطيع أن نفوت هذه الفرصة بدون أن نتعرض إلى موجة الاحتجاجات التي هزت بريد. مؤخرا مؤسسة البريد ومؤسسة بريد الجزائر، والتي من خلالها حاول العمال وطالبوا بشدة عن تطبيق الاتفاقية الجماعية. أكيد. ماذا عن هذا الموضوع؟ هي في الحقيقة نرجع إلى إضراب شهر جانفي، وكان يوم 12 جانفي 2013 التزمت أمام العمال بتلبية كل مطالبهم. نعم. وفعلا انطلقنا، كان فوج عمل خاصة سلم الأجور الجديد مع سلم الوزير، سلم الأجور، اتفاقية جماعية لا كونفونسيون كوليكتيف، يعني التطبيق اللي بأثر رجعي لبعض منذ 2008 الى اخره. هذا التزمنا به، ولكن كان يطلب وقت، لان تقريبا دخلنا ثوره في نظام تسيير البريد الجزائر، لان اقول ثوره لان اصعب شيء ويعني الجانب اللي هو عنده هو حساس هو الجانب اللي يتعلق بالعامل. ممكن تكون نقائص في تسيير الأجهزة أو الشبكة. نعم. ولكن إذا كان العنصر البشري. نعم. ما كانش يعني تغطية ووثائق واضحة، وخاصة اتفاقيات اللي هي تكون تأتي من طرف العمال والإدارة. نعم. لأن علاقة بين جانبي العامل والإدارة. الشيء اللي توصلنا ليه هي اتفاقية جماعية بين اتصال الجزائر والعمال، وشاركوا فيها العمال على المستوى. نعم. المركزي وحتى على المستوى الجهوي. أول مرة هذه اتفاقية نوقشت على مستوى الولايات. نعم. أو بعض الجهات. نعم، ولكن سيد الوزير عفوا على المقاطعة، ليس هذا هو الإشكال الحقيقي، لأن الاتفاقية تم التوقيع عليها، ولكن الإشكال هو في تأخر تطبيق المراسم. شوف، نشوف التاريخ، يعني إمضاء هذه، يعني آخر اتفاق أبرم بين اتصال الجزائر وشريك اجتماعي بحضوري وحضور سيد سي مجيد سيد سعيد كان في 27 جوان، ولكن حتى باش نمشي الى التطبيق لازم فيه امور اداريه. نعم. في حسابات. متى سيتم ذلك؟ لا العمليه انطلقت، ولكن. نعم. يعني كانت العمال ممكن كان نقص في الايصال، يعني among the communication. نعم. بين اداره والعمال، إدارة الجزائر والعمال فقط. نعم. احنا كان ضخ 30,000 دينار جزائري في بداية جوي بدينا نطبقوا، ولكن هذه اتفاقية وباش نطبقوها هذا الكونفونسيون كوليكتيف لازم نسجلوها على مستوى الانسبكسيون ترافاي، ولازم الانسبكسيون ترافاي لازم ترجعها تشوفها، ما تمضيش عليها، ما تمضيش على كما نقولوا على بياض. خذتنا وقت
تعطلنا نوعا ما، ولكن عدم او نقص اتصال الوصل يعني ما بين كوميونيكاسيون بين الاداره والعمال ادى الى يعني العمال يعني تقلقوا نوع من اللبس يعني. ولكن الان العمليه جاريه، وحتى في اتفاقيه قلنا تطبيق السلم من جديد وجور جديد يبدا من اول اكتوبر، وهذا متفقين عليه ولكن بالك العام اللي كان ما على بالوش كان يجي لهذا التاريخ. والعمليه الان ستراقب من طرف فوج عمل مكون من العمال والاداره وحتى الوزاره حتى نضمن الشفافيه التامه لتطبيق كل الاتفاقيات. بعد اسبوع من الاضرابات الان علق، والنقابه هددت باستئناف الاضراب في غضون شهرين على الاكثر اذا لم تطبق الوزاره. من شهرين نكون فرينا هكل. هل هذه الفتره هل هذه الفتره كافيه للوزاره؟ كافيه جدا. لا احنا كنا قلنا تطبيق اتفاقيه يعني تطبيق سلم الاجور جديد يكون ابتداء من اول اكتوبر. الاثر الرجعي الى ما طلبوه العمال انطلقنا فيه، كان ضخ يعني 30,000 و30,000 بقات الباقيه ستاتي في حتى هذه عمليه الحساب يعني لو رابيل لو كالكول دو رابيل اللجنه هذه هي تشرف عليه باش العامل يقول لك ممكن الاداره ما اعطتنيش حقي. والعمال اولا كان فيها مراقبه على المستوى المركزي ومراقبه على ثانيا على مستوى الولايات، كل ولايه مديريه الولايه البريد تكون لها لجنه ولائيه مكونه من اطارات وعمال مثل العمال هم اللي يراقبوا. اذا تنصيب لجنه مركزيه ولجنة هذه بهذه الطريقه يعني رجع الثقه بين العامل والاداره. مع الوزير عمال فرع البريد السريع لبريد الجزائر UMS احتجهم كذلك، هل هم معنيين من بهذا السلم الجديد للاجور؟ احنا اتصلوا بي بعض العمال وتكلمت مع رئيس المدير العام تاع UMS، ويعني هي شركه كنقولوا ذات اسهم سيتي نسبيا لازمها اتفاقيه جماعيه خاصه وسلم اجور خاص بها في البدايه، ولا في كما نقولوا مرحله انتقاليه نطبق ما هو موجود على مستوى البريد الجزائر، ولكن لابد ان ناتي باتفاقيه جماعيه بين الشريك الاجتماعي والمؤسسه UMS. هل هذا الامر وارد يعني ستغدون في هذا الامر؟ العمليه انطلقت، ولكن في بعض الحالات العامل يعني يكون شويه متقلق، وحنا نعرفوا كل ملف يطلب وقت ولازم باش ما نغلطوش باش ما ناتوش بحلول ممكن يصبح ما يكون عندها نتائج عكسيه على المواطن. ناخذوا الوقت الكافي ونقوموا بالعمل بعمل جدي. بهذا معالي وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي نصل الى نهايه هذا الحوار. الشكر ايضا موصول للزميل رضا عينار. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء.